مساكم الله بالخير ومساكم الله بالنور والسرور. الموهبة نعمة من الله سبحانه وتعالى، والحقيقة الحظيظ أو السعيد اللي يلاقي له من ينمي موهبته، وإذا ما لقينا لنا من ينمي موهبتنا لا علينا بأنفسنا، لابد أن نسعى لتنمية مواهبنا بكل ما تعنيه الكلمة. لما أقول بكل ما تعنيه الكلمة لأني أنا مؤمن تماما ما حك جلدك غير ظفرك. فترة الصيف عندنا، فترة هذه الإجازة فترة جميلة جدا، كيف ممكن نستثمرها في تنمية مواهبنا؟ طبعا لما أتكلم عن تنمية المواهب لا تقتصر على الفن التشكيلي أو لا، كل إنسان عنده ميول، فن القصة، فن الرواية، فن الشعر، فن الإلكترونيات، السينما، الإخراج، التصميم، كل إنسان يحاول قدر ما يستطيع خلال فترة أوقات الإجازات لاستثمار هذا الوقت. أنا عن نفسي عندي خطة أني أحفز نفسي بنفسي، وفي شيء مهم مهم جدا، بعد كل عمل أنجزه أكافئ نفسي، أكافئ نفسي، أروح أشرب لي قهوة في كافي، أتعشى، أخذ لي آيس كريم، أسافر. هذه المكافأة للنفس قد لا ننتظرها من أحد، وليس بالضرورة أن احنا نلاقيها من عند أحد ونقول والله ما لقينا تقدير وما لقينا أحد يهتم فينا، لا، نهتم احنا بأنفسنا. مواهبكم مهمة جدا، وأجمل ما فيها أنكم في هذا العمر، في هذا العمر بالتحديد هي أجمل فترة ممكن الإنسان ينمي فيها مواهبه، وفي هذا العمر أجمل فترة النضج في التفكير، يعني خلينا نطلع بأعمال نفخر فيها ويفخر فيها الجميع ويسعد فيها الجميع. تحياتي لكم، اسمي عبد العظيم الضامن، وكل عام وانتم بخير، ورمضان علينا وعليكم مبارك بإذن الله تعالى، ونشوفكم بألف خير.